السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. ننشر لكم كل ما يتعلق بأخبار التعليم اليوم وحقيقة حذف بعض المقررات من الثانوية العامة. إليكم التفاصيل. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه في ضوء ما تردد عن أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 21-22، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرار بحسب أي أجزاء من مقررات الثانوية العامة، وأن المقررات الدراسية كما هي دون حذف أو إلغاء، مشددة على التزام المدارس بكافة محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقا لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على الثانوية العامة، مناشدة الطلاب وولاء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. الخبر صدور قرار بحذف أجزاء من المقررات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2020، حقائق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غير صحيح، ونؤكد أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، وأن المقررات الدراسية كما هي دون حذف أو إلغاء، ونشدد على التزام المدارس بكافة محافظات الجمهورية تطبيق الخطة الزمنية وفقا للخطة لتوزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على الثانوية العامة، ونناشد الطلاب وولاء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المخلوطة مع استيفاء المعلومات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.